في العقبة ما زال القطاع التجاري يسجل تأثرا ملحوظا بسبب جائحة كورونا والقيود التي فرضتها على القطاع. باتت المؤسسات التجارية في المحافظة تسجل خسائر بسبب الجائحة. للتفاصيل أكثر تنضم إلينا مراسلة المملكة من العقبة صفاء الخوالدي. صفاء، بعد التحية تفاصيل معك، تفضلي. يعني بالفعل ساندي، في محافظة العقبة نتحدث عن أكثر من 5000 منشأة تجارية تأثرت أعمالها بدءا من جائحة كورونا. لربما كانت الحركة الشرائية بشكل عام على مدار العامين الماضيين كانت تتسم بالتفاوت، يعني في بعض الأحيان كانت القوى الشرائية تعتبر جيدة وفي أحيان أخرى كانت تعتبر القوى الشرائية ضعيفة. هذا بحسب ما أكده لنا أصحاب منشآت تجارية هنا في المحافظة، أجرينا معهم لقاءات قبل قليل. لربما خلال فترة الأسبوع الماضي والحظر الشامل لمدة 4 أيام قد انعكس سلبا على أعمال المنشآت التجارية في محافظة العقبة. يعني لربما أيضا غرفة تجارة الأردن أكدت بأن الحكومة يجب عليها أن تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الإجراءات الاحترازية التي تقوم بأخذها، خاصة مدينة العقبة، يعني نتحدث عن الجانب السياحي والجانب الاقتصادي للمحافظة. المنشآت التجارية بشكل عام تضررت أعمالها خلال الفترة الماضية. رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي صرح وتحدث بأن القيود الحالية التي فرضتها جائحة كورونا مع احتمالية أن تكون هنالك أيضا إجراءات احترازية لربما خلال الفترات الماضية، هذا الأمر الذي سيؤدي إلى تراكم خسائر للقطاع التجاري ستفوق 100 مليون دينار بسبب جائحة كورونا. نتحدث لربما أيضا ساندي عن تفاوت الحركة الاقتصادية بالنسبة لهذه المنشآت التجارية في محافظة العقبة. أيضا القطاع السياحي، واقع الحال بالقطاع السياحي هو كواقع الحال للقطاع التجاري. 4000 غرفة سياحية وفندقية في محافظة العقبة تضررت أعمالها. أصحاب المنشآت والفنادق السياحية في محافظة العقبة أكدوا بأن هذه الجائحة وما فرضته أيضا من تداعيات، يعني القطاع بات لا يستطيع أن يقوم بتسديد الالتزامات المترتبة عليه. أيضا أصحاب المنشآت هنا في محافظة العقبة أكدوا بأن هذه الحركة، يعني خلال وقبل شهرين تقريبا لربما بدأ القطاع بالتعافي رويدا رويدا، وكان هذا الأمر الذي يعول عليه أصحاب المنشآت التجارية في محافظة العقبة ليقوموا بتسديد الخسائر التي تعرض لها القطاع بشكل عام. ولكن الآن مع القرارات الجديدة التي فرضتها الجائحة بشكل عام في محافظة العقبة هناك أيضا انتكاسة جديدة. العين النائل الكباريتي وصف هذا الأمر بأنه صفعة للقطاع التجاري الحاضر. هذا ما نتحدث عنه صفاء، هل من احتواء حكومي للموقف في العقبة؟ يعني الدور الرئيس الذي قامت به غرفة تجارة الأردن طالبت الحكومة بضرورة الأخذ بعين الاعتبارات لتداعيات الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها، خاصة النظر للعقبة بشكل خصوصي. يعني القطاع التجاري بشكل عام يعمل يوم الجمعة في عطلة نهاية الأسبوع، وبالتالي القطاع يعتمد بشكل كبير جدا على الحركة نهاية الأسبوع. على مدار الفترات الماضية نتحدث عن إغلاق تام يوم الجمعة، وبالتالي هذا الأمر ينعكس على حركة الزوار. خلال فترة الحظر الشامل لمدة 4 أيام فعليا نسبة الإشغال الفندقي بحسب ما أكدت سلطة منطقة العقبة الخاصة في الفنادق الشاطئية قد وصلت إلى 50%، وتعتبر هذه النسبة هي متدنية لما كانت تسجله المدينة سابقا، بينما الفنادق ذات التصنيفات الأخرى كانت نسب الإشغال متدنية جدا. هذا الأمر ينعكس بواقع الحال على القطاع السياحي وأيضا على الحركة التجارية بشكل عام في محافظة العقبة. هذه الفترة التي نمر بها حاليا كانت أيضا تعتبر موسم سياحي وتجاري بالنسبة للمنشآت في المحافظة. كنا نتحدث عن موسم سياحة البواخر والذي يبدأ في كل عام من تشرين الأول ويستمر لغاية شهر أيار، ولكن هذه المرة الأولى منذ عقد كامل مدينة العقبة لأول مرة لا تشهد موسم سياحة بواخر. كنا نتحدث عن قدوم بما يقرب من 70 باخرة في العام الواحد وخلال الموسم الواحد، كانت تنعكس على أعمال المنشآت التجارية وتفعيل أيضا الحركة في منطقة المثلث الذهبي، وبالتالي كان ينعكس على المنشآت التجارية يعني وكذلك أيضا الفنادق. ولكن هذا العام أيضا إلى الذين يعانون من هذه المشاكل والمتضررين الأوائل لنقل من هذه المشكلة، كنت قد سألتك هل من رد فعل حكومي لاحتواء هذه المشكلة، هل وصلتك أي تسريبات، هل وصلك أي رد فعل فعليا لاحتواء هذه المشكلة حتى هذه اللحظة أو بوادر لنقل؟
يعني لربما المشهد الذي اطلعنا عليه لغاية هذه اللحظة هو مخاطبة الجهات المعنية هنا في محافظة العقبة، سواء كانت غرفة تجارة المدينة أو غرفة تجارة الأردن، بضرورة أخذ بعين الاعتبار التداعيات التي للإجراءات الاحترازية التي تقوم الحكومة بأخذها. ولكن فيما إذا كان هنالك أي رد رسمي من قبل الحكومة، لم تصلنا أي معلومات حول أي جهود حكومية بهذا الشأن لغاية هذه اللحظة. ولكن يعني ما زالت فعليا غرفة التجارة تحاول قدر المستطاع ألا تسجل قائمة جائحة كورونا خسائر أكثر على هذا القطاع، خاصة وأن هذه الخسائر لها تداعيات على مدار السنوات المقبلة. نتحدث أيضا لربما ساندي عن عدد من المنشآت التي أغلقت أبوابها نظرا لعدم الإمكانية على تسديد الالتزامات المالية. نتحدث عن فاتورة الكهرباء أيضا التي ترتفع في محافظة العقبة خلال أشهر الصيف، بالإضافة أيضا إلى وجود أيدي عاملة في هذه المنشآت. وبالتالي هنالك ضرورة لأخذ بعين الاعتبار أهمية العقبة بشكل عام سياحيا واقتصاديا. فيما يتعلق بالأعمال اللوجستية بشكل عام، هي تجري وفق المعتاد. نتحدث عن استقبال ميناء العقبة الجديد للبواخر وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل الجهات المعنية، وتتم لها كافة الإجراءات الاقتصادية من تخليص جمركي لتصار هذه البضائع إلى وجهتها النهائية. ولكن لربما القطاع التجاري هو أكثر القطاعات التي تضررت، وأيضا القطاع السياحي والذي تم تصنيفه رسميا بأنه من أكثر القطاعات تضررا أثناء جائحة كورونا. صحيح. إذن صفاء القوالدي مراسلة المملكة من العقبة، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.